السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتعلم ازاي نعمل مونتاج عن طريق برنامج فيلمورا. النهاردة البرنامج اللي هنستخدمه هتكون نسخة بورتابل او النسخة المحمولة من البرنامج، يعني انت مش مضطر خالص انك تعمل عملية التثبيت على الجهاز الخاص بيك، بس هيكون مضطر انك تعمل حاجة ممكن تكون في الظاهر مضرة، بس احنا هنحاول نحفظ الجهاز بتاعنا من الاضرار على قد ما نقدر. يعني هتكون انت فاصل الجهاز بتاعك عن النت، الحاجة التانية عشان تعرف تشغل النسخة البورتابل من غير ما تسألك طبعا على سيريال او ايميل. لما تيجي تعمل انت اكسبورت هتطلب منك النسخة طبعا انك تعمل تحط الاكاونت بتاعك، وتطلب منك انك تسجل في البرنامج علشان تبتدي النسخة او البرنامج يديك الاكسبورتيشن او الفيديو اللي هيطلع عندك في الاخر بدون علامة مائية او بدون ووتر مارك. لا، النهاردة هنتعلم ازاي نعمل الفيديو بس بدون ووتر مارك. ركزوا معايا في الشرح. اول حاجة هقفل الانتي فيروس بتاعي او هوقفه شوية لمدة ساعة مثلا لحد ما اخلص عملية المونتاج. هقول له اوكي ستوب، خلاص انا بستخدم افاست انتي فيروس. ممكن انت على حسب الانتي فيروس اللي موجود عندك حاول توقفه الفترة اللي انت هتعمل فيها العملية بتاعت المونتاج. طيب ده الملف اللي هو في المورا 9 بورتابل، تمام، وهحط لكم اللينك بتاعه تحت الفيديو ان شاء الله، يعني هتلاقوا اللينك بتاعه تحت الفيديو ازاي تعملوا داونلود ليه. خلاص بعد ما نعمل داونلود ده الملف اللي هيكون موجود عندنا، الملف المضغوط اللي هو في المورا 9 بورتابل، هتضغط عليه رايت كليك وتختار اكستراكت هير. احنا هنا بنفك ضغط الملف ده علشان نبتدي نستخدمه عندنا على سطح المكتب، وطبعا زي ما قلت قبل كده بدون انستاليشن او بدون عملية التثبيت. خلاص هو خلص تقريبا، خلاص عملية فك الضغط واداني خلاص الرسالة. طيب انا هفتح دلوقتي الفولدر، هلاقي عندي هنا ده الملف اللي المفروض هشتغل عليه. دبل كليك هيبتدي البرنامج يحمل عندي على سطح المكتب، وطبعا زي ما شفنا بدون اي تثبيت بدون اي انستاليشن، مفيش حتى ايكون موجوده. ولو دخلت دلوقتي على الكنترول بانل كمان مش هلاقي البرنامج موجود عندي في البرامج المثبته مسبقا على الجهاز عندي. طيب دلوقتي عندنا برنامج في المورا خلاص بيحمل. هنبتدي بعد كده اول ما البرنامج يفتح نبتدي نعمل امبورت للداتا او امبورت للفيديوز، ونبتدي نعدل على طول عليها جوه البرنامج. وكمان هنحط ترانزيشنز اللي هي عبارة عن الحركات بين الاجزاء بتاعت المقطع بتاعنا. خلاص بس يخلص عندنا تحميل البرنامج ونبتدي شغل على طول دايركت. ادي البرنامج خلاص خلص عندنا تحميل، تمام. دي بتبقى الواجهة الامامية الخاصة بالبرنامج. اول حاجة بتبقى عندي طبعا انا ما عنديش ميديا، يعني ما عنديش اي حاجة هتعامل معاها، فهبقى مطالب ان انا اضيف ميديا على البرنامج. فهضغط هنا خلاص عشان اعمل امبورت او اعمل دروب او ابتدي اضيف ميديا عندي على البرنامج. انا كنت محضر قبل كده اصلا مجموعه فيديوهات بسيطه، يعني مثلا الاربع فيديوهات دول خلاص هبتدي اضيفهم، او ممكن اخد واحد منهم واشتغل عليه زي مثلا ده كريتشرز اندر ووتر وابتدي اعمل له اوبن. هيبتدي البرنامج يحمله وهيضاف عندي هنا في الميديا بتاعتي. طيب انا عشان اشتغل عليها لازم احطها تحت في التايم لاين، يعني لازم اسحب ده هنا كده واحطه تحت هنا في التايم لاين. هيسالني بقى هنا سؤال مهم جدا، انت دلوقتي البروجكت اللي انت شغال عليه ده شغال بالريزولوشن اللي هو 1920x1080 60 فريم في الثانيه. البروجكت اللي انت حطيته 25 فريم بس. لو ضغطت دلوقتي ان انا اختار ان الميديا لازم تبقى ماتشد للبروجكت اللي انا شغال عليه، هيعلي لي الكواليتي، هيعمل عمليه ريندرنج ويعلي الكواليتي بتاعت الفيديو اللي انا حطيته، يا اما هسيبها زي ما هي هقول له خليه 25 فريم بير سكند اللي هو خليه بنفس الكواليتي بتاعته، انا مش عايز اعليه زياده او مش عايز اغير الكواليتي بتاعته عن كده، عايزه يسيبه زي ما هو. طيب احنا دلوقتي عندنا الفيديو مثلا، انا هبتدي اتحرك في الفيديو، خليني اقول مثلا ان في جزء انا بتكلم فيه مش عايز يظهر، في جزء كتير انا قلت فيه او اتلجلجت زي ما احنا بنقول، او انا خلاص الجزء ده انا عايز اشيله من الفيديو او عايز اقصه. احنا دلوقتي في المؤشر في المورا الجديد بقى عندنا علامه المقص او علامه القطع. انا دلوقتي ممكن اجي في اي مكان في اجزاء الفيديو واقوم ضاغط عليها. لو خدنا بالنا دلوقتي هيبقوا عباره عن مقطعين. تاني هتحرك في اي مكان انا عايزه وابتدي اضيفها، تمام. يبقى انا دلوقتي بعد ما حطيت الفيديو الموجود عندي هنا هبتدي اضيف او هقطع المكونات بتاعت الفيديو. انا دلوقتي عمال بقطع
تمام. لو في جزء معين انا مش عايزه يظهر عندي في الفيديو بكل بساطه بقدر اعلم عليه، مثلا يعني الجزء الاسود ده مثلا انا مش عايزه يظهر عندي، او ده او اي واحد فيهم انا عايز اشيل ده مثلا، بعمل بعلم عليه وبضغط ديليت، بالتالي بيتشال دايركت من الفيديو عندي وبيفضل الاجزاء الباقيه. يعني مثلا الجزء الزياده في الاخر ده برده مش عايزه، انا اقدر اشيله بالديليت، يعني بعلم عليه واضغط ديليت. طيب التايم لاين اللي عندي هنا تحت ده يا شباب على حسب حجمه، ممكن اعمل هنا زوم اوت عشان اقدر اتعامل معاه لو انا عندي فيديوهات كتير او مقاطع كتير، او اقدر اعمل زوم ان لو انا عندي عدد الفيديوهات صغير، واقدر اتحكم من السكرولر اللي موجود تحت هنا ان انا اتحرك يمين ويسار زي ما انا عايز علشان اجيب حجم العرض يبقى موجود قدامي قد ايه. خلينا نقول مثلا ان الحجم ده مناسب. انا كمان اقدر اتحكم من الجزء ده هنا كده ان انا ازود او اقلل على حسب ما انا شايف قدامي الصوره تكون كويسه. طيب ده كان اول جزء، ازاي احط الفيديو من بره خالص، ازاي اعمل امبورت، وازاي كمان اقطع الفيديوهات، وازاي امسح لو في حاجه انا عايز امسحها، وده الف ب مونتاج. دي اول نقطه اللي هو انا عايز اشيل الحاجات اللي ملهاش لازمه عندي في الفيديو، ده الف ب مونتاج. بعد كده تعالوا نخش على الاوديو، الاوديو افكتس. انا عايز اضيف حاجه، عايز اضيف حاجه تشتغل جنب الفيديو بتاعي او في زي البلاي باك مثلا، تشتغل ورا الفيديو. خلاص انا عندي هنا مجموعه اختيارات بقدر اختار بينها، تمام، دي اصوات واغاني متحمله اصلا اوريدي مع البرنامج، وفي حاجات هضطر ان انا اعمل عليها، يعني الحاجات اللي هلاقي عليها علامه الداونلود دي هكون محتاج ان انا احملها عن طريق الانترنت. خليني مثلا اضغط على واحده فيهم زي دي مثلا. خلاص لما اضغط عليها هلاقي بيقول لي داونلودنج اونلاين. طبعا وانت شغال انت ممكن تبقى قافل الداونلود براحتك، طبعا دي حريه شخصيه، انا عندي فاتحه لان انا مثلا ممكن احتاج حاجه فهضطر اعمل ليها داونلود زي ما شفنا. خلاص هيبتدي يعمل ليها داونلود. خلينا نشوف حاجه من الحاجات اللي موجوده بدل يعني ما دي تاخد وقت او تضيع علينا الوقت اللي احنا محتاجينه. ممكن نيجي على الكترونكس مثلا او حاجه تكون خلصانه، ممكن انا اضغط تحت في الاخر كمان. يعني انا عندي كمان الاوبشن هنا بتاع امبورت، ممكن برضو اجيب ميديا بس تكون ميوزك اضيفها عندي على الجهاز، بس للاسف ما عنديش على الجهاز هنا ميديا خالص او ساوندز، فانا هحاول اجيب حاجه من الحاجات اللي موجوده اصلا او الحاجات اللي نازله اصلا على البرنامج. زي ما احنا شايفين هو هيبتدي يعمل عمليه الداونلود الاول، لو خلصها هيبتدي يضيفها لي تحت هنا، تمام. او ممكن تستخدم من الحاجات اللي موجوده عندك هنا فوق. خلينا نحط اي ساوند مثلا زي فيديو جيم اوفر مثلا. خلاص ونحرك هنا الانديكيتور ده عشان اشوف دلوقتي. خلاص يعني الجزء بتاع الساوند ده هيشتغل بس مع البدايه او مع البدايه بتاعت البرنامج عندي. ممكن انا طبعا عشان اجيب فويس اوفر ممكن اسجل بصوتي او ممكن ادون حاجه عن طريق الانترنت. طيب نيجي للحاجه اللي بعد كده، ده بالنسبه للفويس. نيجي اللي بعد كده التايتلز، لو انا عايز اضيف تكست. خلاص عندي هنا اوبشنز كتير للتكست زي ما احنا شايفين، اي واحد عايز استخدمه بضغط عليه على طول دايركت. وليكن مثلا انا عايز استخدم ده، بضغط عليه هنا بلس، هلاقي اللاير بتاعته ابتدت تضاف عندي، بضغط عليها دبل كليك عشان اعدل. خلاص بلاقي الاوبشنز بتاعت التكست ابتدت تضاف عندي، ممكن هنا اضيف التكست مثلا اللي انا عايز اضيفه. خلاص جوه اهي تاني هنا عندي هنا الاوبشنز الخاصه بيه، وممكن دبل كليك هنا واضغط على ادفانسد. لما بضغط على ادفانسد هنا بتفتح لي بقى بروفيشنال اوبشنز الخاصه بالتكست، يعني لما بضغط على ادفانسد بتفتح لي البروفيشنال اوبشنز الخاصه بالتكست. زي ما احنا شايفين كده يا شباب اقدر هنا اغير التكست المكتوب ده خالص، امسحه، اضغط ديليت، تمام، وامسح كل المكتوب كده من الاخر للاول وامسح كل المكتوب. وممكن اكتب مثلا اسمي، ممكن اعمل سلكشن على التكست، اعمل له انكريز ديكريز للسايز بتاعه على حسب ما انا عايز. يعني ممكن هنا وانا واقف على التكست بوكس دلوقتي، خلاص عندي هنا الاوباسيتي كمان اقدر اغيرها، تمام، عندي الفيل، عندي الكلر بتاع التكست برضو اقدر اغيره زي ما انا عايز، هنا الالاينمنت، وعندي التكست سايز من فوق من هنا ممكن اعمل له انكريز، تمام، على حسب الحجم اللي هختاره من هنا. ممكن اكبر، تمام، او اصغر زي ما قلنا، واغير مكان التكست على السكرين قدامي هيبقى مكانه فين. وكمان الجزء اللي موجود عندي تحت اللي هو الهولدر ده ممكن اكبر حجمه بحيث يبقى
واخد حجم اكبر شويه من التكست. طبعا الحاجات او البروبرتيز دي بتقدر تعدل فيها انت براحتك خالص على حسب اختياراتك. خلينا ناخد التكست بس نصغره شويه عشان يبقى محطوط في نص الشكل ده. تمام كده. ممكن كمان يعني تقف تسلكت على التكست، ممكن تحط حواليه بوردر. لو نزلت تحت هنا هتلاقي حاجه اسمها تكست بوردر، وممكن تحط حواليه شادو على حسب طبعا الاوبشنز اللي انت عايز تغيرها على حسب الشكل اللي هيطلع في النهايه بتاعك. هنا كمان بتتحكم في الحركه، لو انت عايز تعمل للتكست انيميشن بتختار ان التكست ياخد اي نوع من انواع الانيميشن، وهو داخل طبعا المقطع وهو خارج من المقطع هياخد الشكل ده او ده. تقدر تنزل هنا في القائمه اللي موجوده قدامك تختار اي جزء او اي مقطع، يعني مثلا التكست هيبقى بالشكل ده خلاص، ونعمل اوكي. لما اجي اعمل اوكي دبل تايمز، تعالى كده خلاص دلوقتي بقى ظاهر قدامنا. طيب في مشكله اكيد كلكم شفتوها لما كان التكست محطوط تحت. في هنا ترتيب اللايرز مهم جدا عندي يا شباب، ترتيب اللايرز مهم جدا عندي يا شباب، لازم اتاكد انا حاطط اللاير دي فين. لو الفيديو فوق التكست مش هيبان، يعني لو انا حطيت ده تحت زي ما كان موجود كده وجيت عملت ران اكتر مش ظاهر عندي، مش ظاهر عندي التكست، فانا بضطر ان انا احط التكست فوق الفيديو عشان يبتدي يظهر عندي وكمان تظهر الحركه بتاعته. دلوقتي لو جيت شغلت خلاص هيظهر عندي بالشكل ده. خلينا كمان نبتدي نحط ترانزيشنز. ترانزيشنز هي المسؤوله عن الحركه بين المقاطع الموجوده جوه الفيديو بتاعك. ترانزيشن الانتقالات، ترانزيشنز اللي هي الانتقالات، يعني ازاي انا بتنقل من مقطع لمقطع جوه الفيديو بتاعي. خليني مثلا انا بعمل اعلان وعايز اغير الموفمنتس بتوين المقاطع بتاعتي. طب انا هعمل الكلام ده ازاي؟ انا عندي دلوقتي كل الاختيارات دي اقدر اعدلها. خلاص كل الاختيارات اللي موجوده عندك هنا، كل الاختيارات اللي قدامك دي تقدر تختار اي واحده فيهم وتحطها بين كل مقطعين. يعني انت عندك ده مقطع وده مقطع وده مقطع وده مقطع، شايفين؟ انا اقدر مثلا اختار، خليني انزل تحت كده اختار من الاختيارات اللي موجوده قدامي زي ده مثلا وابتدي اطبقه هنا. تمام، تعالى كده نعمل فيديو. خدنا بالنا من التغيير اللي حصل وهو بينقل من مقطع لمقطع تاني. طب تعالوا نجرب كمان ده، نحطه هنا وناخد كمان واحد نحطه هنا. طبعا حاول تحافظ ان التغيير اللي انت هتحطه او الترانزيشن اللي انت هتحطه يكون واخد بداية فيديو ونهاية واحد تاني، يعني نهاية الاخير ده وبداية اللي بعديه. ده كمان نحطه هنا وننزل تحت كمان نختار اي نوع من انواع الترانزيشنز. خلينا ناخد الويل دي مثلا نحطها على الاخيره ونبتدي نحرك الفيديو عندنا، نبتدي نتفرج. اول حاجه التكست ظهر، بعد كده ابتدى الموفمنتس، تاني هيبتدي في اللي بعدها الترانزيشن الثالثه الرابعه. المفروض دلوقتي قبل الأخيرة وهنا آخر واحدة خالص. طبعا الترانزيشنز دي تقدر تغيرها، تقدر تغيرها وتقدر تختارها على حسب الشكل اللي يكون عاجبك. تعالوا نروح بعد كده للإفكتس. الإفكتس دي بتفيدني إن أنا لو عايز أغير المحتوى نفسه أغير شكله زي الانستجرام مثلا، أنا عايز أحط فلتر على الفيديو ده كنت مصوره في الشمس، عايز أغير الإضاءة بتاعته، عايز أخليه مهزوز مثلا، عايز أعمل فيديو حزين أو حاجة زي كده. فهاجي مثلا أعمل أبلاي تمام للجزء ده على الفيديو، فالفيديو هيبان مهزوز بالشكل ده كده. ممكن ننزل تحت مثلا درجة الإضاءة على الفيديو التاني أو على المقطع التاني. خلاص تعالوا خلاص دلوقتي اول فيديو كان مهزوز وابتدينا المقطع يتغير وهكذا. فكل مره انا احط فلتر من الفلترز اللي موجوده عندي قدامي. خلاص خليني اعمل ابلاي مثلا ده على الاخير، الجزء ده عملته ابلاي على اخر واحد خالص. تعالى دلوقتي امشي تاني الفيديو بتاعي، لما نيجي عند الفيديو الاخير هلاقي الفيديو واخد الشكل ده ومتطبق عليه الفلتر اللي انا حطيته زي ما احنا شايفين، واخد شكل القلم والرصاص او الفلتر اللي معمول بالقلم والرصاص. وطبعا الفلترز دي مش هينفع اطبقها على اي حاجه، يعني الحاجات دي بتبقى واقفه على الكرياتيفيتي. انا دلوقتي بقول لك الطريقه،
مش بقول لك ازاي تعمل كل فيديو، انا بقول لك الطريقه انك ازاي تعدل. انت بعد كده الجزء بعد كده انك تضيف حاجه معينه او تشيل حاجه معينه، ده واقف على الكرياتيفيتي بتاعتك انت، انت اللي هتختار فيها الاوبشنز اللي انا شرحتها النهارده. طيب نيجي بعد كده لحاجه اسمها الاليمنتس. الاليمنتس دي هتفيدك انك عايز تضيف مثلا اي كلام او ايكونز مثلا بتضحك، عايز تضيف شكل زي ده مثلا يبقى موجود عندك بيتحرك على السكرين، علامه اللمبه مثلا لو في فكره، بعض الاشكال اللي موجوده عندك هنا تقدر تضيفها وتستخدمها زي الاروز مثلا لو بتشرح حاجه عندك على الشاشه وعايز تقول مثلا انا هعمل نافيجيشن من المكان ده للمكان ده، فانا هقدر استخدم الاروز والاشكال دي. العدسه المكبره مثلا لو انا عايز اعمل زوم وبالتالي هعمل افكت على فيديو فان الفيديو يعمل زوم ان تحت العدسه المكبره. الحاجات دي طبعا هتاخد وقت في الايديت بس هتطلع الفيديو في الاخر بشكل ممتاز جدا. طيب نيجي بعد كده لحاجه مهمه جدا اسمها سبليت سكرين. سبليت سكرين دورها يا شباب ان هي زي الاعلانات كده، مش احيانا بتلاقي الفيديو مثلا بتاع الاعلان قسم لك الفيديو ثلاث اجزاء 1 2 3 وبيطلع من الاول يخش الثاني ومن الثاني يخش الثالث وهكذا. الموضوع ده مش سحر خالص، الموضوع ده بسيط جدا بنقدر نعمله على برامج بسيطه، حتى برنامج فيلمورا بيقدر يعمل لنا الاوبشن ده. لو انا جيت دلوقتي عملت اد توب بروجكت على الجزء ده خلاص، هلاقي عندي هنا تحت الجزء ده اقدر اضيفه فوق هنا تمام، واحط جواه شايفين هنا عندي ثلاث حاجات اقدر اضيفها، عندي ثلاث حاجات اقدر اضيفها جوه الفيديو ده. انا هشيل الفيديو ده خالص انا مش عايزه، هعمل امبورت ميديا فايلز وهقدر احط ثلاث فيديوهات تانيين. خلي بالنا انا واقف فين دلوقتي، سيلكشن بتاعي هنا واقول له اوكي. انا بعد ما عملت امبورت خلاص الفيديو ده عايز ابتدي ادخل عليه كونتنت او عايز ابتدي اضيف جواه حاجه. المكونات بتاعته عندي خلاص شايف هنا، بضغط دبل كليك انا خلاص عملت امبورت للثلاث فيديوهات التانيين، كنت شغال الاول على كريتشرز اندر ووتر، عايز احط الفيديو ده هنا وهنا هضغط دبل كليك وهبتدي احط الفيديو ده، واضغط هنا دبل كليك وابتدي احط الفيديو الثالث. ممكن احدد اي واحد فيهم واغير الزوم بتاعه، يعني مثلا اخليه زوم اوت اور ان تمام، اتحكم في حجمه جوه الشاشه بتاعته. هنا برضو عايز اعمل زوم اوت شويه وهنا برضو عايز اعمل زوم اوت. نزوده شويه تمام كده. طيب اجي كده بقى عندي في المقطع الاخير خالص اللي هو ده اللي فيه السبليت سكرين، الثلاث فيديوهات اللي اتحطوا جواه بيشتغلوا مع بعض. ممكن طبعا اغير في البروبرتيز بتاعتهم، اخلي واحد يبتدي قبل الثاني، اخلي واحد يبتدي بعد الثاني وهكذا. دي كانت حصه عباره عن بيزك سيشن فيها كل المكونات اللي موجوده في برنامج فيلمورا، اتمنى اكون جمعتها كلها. بس لسه خطوه واحده واهم خطوه هتقف قدامك انك ازاي تعمل سيف وتحفظ الفيديو بتاعك ده. انت خلصت الايديت وعايز تروح بقى للسيف، عندك هنا ايقونه مهمه جدا اسمها اكسبورت. اكسبورت هنا بتحول لك الفيديو بتاعك او الشغل اللي انت عملته او العك اللي انت عملته على حسب اللي انت الشغل اللي انت عملته عندك هيطلع عندك ازاي في الاخر تمام. هتعمل رينيم للفيديو هتسميه ماي فيرست بروجكت او المشروع الاول بتاعي، يا رب يطلع حلو تمام. وهتيجي بعد كده على سيف تو هنا تختار انت عايز تحفظه فين، خليني احفظه على الديسكتوب عشان استنى الاوتبوت بتاعه بعد شويه. وهنا عندي الفورماتس. الفورماتس دي بقى مهمه جدا يا شباب ومفيده لانها هتفرق معايا في اكتر من حاجه، حجم الفيديو والاستخدام بتاعه. بمعنى انا ممكن اضغط مثلا على ديفايس واختار انا عايز احفظ الفيديو ده لمثلا اشتغل على ايفون او ايباد او مثلا ايبود او ايا كان الديفايس اللي انا هستخدم عليه الفيديو بتاعي، ممكن احفظه لليوتيوب فبالتالي هعمل له اكسبورت دايركت، الفيديو ده هيتاخد من هنا يترفع على اليوتيوب لو انا رابط حساب اليوتيوب بتاعي في المورا، طبعا الكلام ده لو انا شاريه، او ان انا مثلا احفظه على دي في دي او على فيمو. طيب خليني نقول انا عايز احفظ الفيديو ده لوكال، احفظه كام بي 4 25 فريم بير سكند، او مثلا احفظه اي في اي 25 فريم بير سكند، او موفي 25 فريم بير سكند. خليني نقول الاعلى فيهم الـ AVI، خلاص انا هحفظه AVI واعمل له اكسبورت ان هو يتحفظ على الديسكتوب. خلاص هلاقي الجهاز وقف شويه ابتدى يعمل لي عمليه الريندرنج خلاص، وهنا بختار لما تخلص قول لي ايه، يعني هنا المفروض لما يخلص
يا اما يديني ساوند ريميننج، يا اما يعمل شوت داون او ما تعملش اي حاجه او ما تقولش اي حاجه. خلينا نقول مثلا ساوند ريمايندر، واحنا شايفين دلوقتي الفيديو عمال بيعمل عمليه الريندرنج او عمال بيجمع المكونات بتاعته وبيحول الكونتنتس دي كلها لفيديو هيتم حفظه على سطح المكتب عندي بعد دقيقه. هوقف الفيديو دلوقتي وهرجع اكمل بعد دقيقه علشان نشوف الاوتبوت بتاعه كده. تمام يا شباب، تم حفظ الفيديو خلاص على سطح المكتب عندنا. خلاص جالي رساله ان الفيديو تم حفظه على سطح المكتب. اقدر دلوقتي اعمل كلوز واقفل كمان الاكسبورت دي هنا واجي انزل دي كده هلاقي موجود الفيديو بتاعي تم حفظه على سطح المكتب. خلاص انا مش محتاج منك اي حاجه تانيه كده غير ان انا اشغل الفيديو واتفرج عليه، الحاجات اللي اتحطت فيه ايه، المتغيرات اللي انا عملتها، الترانزيشنز، لو حطيت كونتنت الساوند شغال ولا لا، بشيك عليه قبل ما ارفعه او قبل ما اتعامل معاه او اديه الحاجه. خلاص ده هنا شكل الفيديو. دي الترانزيشنز اللي احنا حطيناها عليه. واخر واحده اللي كانت شغاله امام الرصاص، وهنا تقسيم الفيديو او الشاشه 3 فيديوهات. طبعا الكلام ده بتقدر تعدل انت عليه وبتقدر تغير التوقيت بتاعه وبتقدر تضيف اي حاجه عايز تضيفها وتقدر تشيل اي حاجه عايز تشيلها. التوقيتات طبعا دي شغلتك انت، انا قلت هعلمك الجزء المهم وبعد كده الكرياتيفيتي دي حاجه خاصه بيك انت. اتمنى اكون جمعت كل الاجزاء الخاصه ببرنامج فيلمورا في الفيديو ده، ولو لسه عندك اي اسئله يا ريت ما تترددش انك تسيبها على الكومنتات تحت الفيديو. ما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير. دمتم بخير احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.